ايه الزفت اللي ايه ده؟ حاجه يا بابي؟ انت مين يا ابني؟ انا جميله. جميله مين؟ جميله بنتك. اتبنت عليك حيطه بنتي انا بدأ واقفه دي على دقنها وعماله تكحت. جميله بنتك يا سلام، ما تهديها وشي بالفتله عشان ما تخضرش الصبح. الحق عليا يعني اني بروش نفسي عشان لو خرجنا بالليل اشرفك. ومين قالك ان انا هاخدك وانا خارج؟ هقول للناس ايه؟ معلش تاخرت عليكم عشان بنتي كانت بتكحت دقنها بالموس. شيلي ايه بقى من وشك ده عشان عايزك؟ لسه في وش تاني. كنت انا بعمري ده كله بحلقها وشي واحد، تحلقيتي وشين؟ اللي خلف ما ماتش بقى يا بابا. يا ريت مت وما شفتكيش بدقن. انا بنتي بدقن. يا مدقن يا مدقن يا مدقن يا مدقن. يا حجان ايه؟ نايم يا حياتي، نايم يا حبيبي. الحظ البنت تطلع لي قد ايه بتحلق دقنها بالموس، وقد ايه هشرفك لما اخد بقى. ايه ده؟ عفريت احول وتخين وقصير. عفريت عفريت ايه؟ تعالى هنا. انت ايه اللي دخلك جوه الدولاب؟ ها؟ بتعمل ايه جوه الدولاب؟ ما تبقيش البدلة. وبتقيسها ليه؟ بدلة ابوك دي؟ ايه الغلط ده؟ يا هلا ده انت بجح قوي. اللي يلبسك حاجة مش بتاعتك تلبسها ليه؟ وبعدين لابسها ايه ده؟ ايه هلا ده؟ يا نهارك يا اسود، انت لابسها بالشماعة يخرب بيتك. عشان ما تتكرمش. ما كرمشتها يا ابن المكرمشة. باظت البدلة. أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أعمل إجري يلا. في إيه؟ لو ما أنت راجل كبير كنت مديت إيدي عليه. شوف قلة الأدب بتاعت الواد. طب غور من وشي بقى، غور من وش، غور بقى من وش، غور. طب أنا أوريك أنا هعمل إيه؟ هتوري هتعمل إيه؟ قال يعني هيوريني حاجة. يا نهار أبوك إيه؟ وأنا أنت إيه؟ إيه؟ بتعمل إيه أنت؟ نسوان سلطمان. اما فين النسوان السلطة مالت؟ في المجلة اللي في الدرج. اه يا ابني ده انا هكسر دماغك. انا حواليك. هو ده بقى اللي كانوا لابسينه الستات في المجلة عشان تعرف انهم السلطة مالت. هات البتاع ده يالا، هات البتاع ده يالا، هات يا ريت يا ريت هات انت يا ريت هات. غيره لا حضرتك دي صفرت انا مش معايا حاجه. ايه الدوشه دي؟ يا نهار اسود ايه الملط وانت بتتفرج؟ دي زرع ألغام سعادتك. ألغام إيه؟ دي محرمة دوليا بس مش محرمة علينا. بص علي، أنت شايفة حاجة أنا مش شايفها؟ عاجبك اللي عملته بنتك فيا ده؟ أقول لمامي إيه في إسطنبول؟ بنتي إسطنبول إيه بس دلوقتي؟ ده أنا عامل جو شعري وشموع. لا عايزة جو شعري ولا شموع. إمتى هتتجوزني؟ ألمازة، مش إحنا قلنا موضوع الجواز ده بعد القرية السياحية ما تخلص؟ قلنا ولا ما قلناش؟ ها؟ نو نو نو. ايوه عندك توهية نهار عيني عينك كده. قصدي لا. في ايه يا بنت؟ مخدودة مزة ليه اول مرة ولا ايه؟ ده تلاقي ملفك وارم كده قضايا وتلبس. الحق يا بيبي. بيبك؟ بيبك؟ في ايه؟ انت واخدانا في دوكا يا بنت انت؟ ايه اللي انت لابسها وراحة فين السعادة؟ ايه؟ اصل العيال متجمعين في اسم الخليفة ومستنيني انا عشان نحتفل بعيد ميلاد الصول حسن. صول حسن ده ايه؟ صول حسن هيحتفل بعيد ميلاده الساعة 3 الصبح. ناس تقولي هيدفع الشمع في التخشيبة. ايه ده انت تعرف الصول حسن؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ايه ده انت بتزعق كده ليه وبتغير الموضوع ليه؟ قدام يا بنت تلفي بملايه قدامي على اسمي. يلا انا الماظه بتشاش باشا يتعامل فيا كده. استني عندك تعرف ابوها مين؟ مين شاش باشا؟ اشهر حاجه في القصر العيني
وبعدين معاكي اذن نيابه؟ لا خديها. يلا بنت قدام قدام يا بنت. اقول ايه لامها؟ سرنجه هانم انبول. انت حامل يامه ولا ايه؟ والنبي وحبطل هلس وحبطل مزيكا وحبطل متغريب. وانا ماليش دعوه بقى، مش معنى انا ابيض، انا عازم الجزء اللي جنبي اللي هيتحرك عليه شوف دماغه. والنبي ركز معايا. مركز اهو. سن نمله الدبانه اسفل منتصف الهدف. ايوه شايف سن نمله الدبانه. شايف فين اهو؟ ايوه صح اهو. هعد واحد اتنين ثلاثه تصوب على الهدف. حاضر حاضر. واحد اثنين ثلاثة. يابا ايه ده؟ هم ضربوني بعشة ولا ايه؟ جود شوت. على فكرة حازم انا عايز اقول لك على حاجة. قولي يا حياتي. اه تفتكر اني ما بحسش ان الكمبيوتر لاحظ دماغي؟ لا انا زي كل البنات بحلم وبحس وبحب اكتر منهم كمان. بتحبيني؟ لا. نعم بموت فيك. طب هاتي بصه مشبك بقى كده. حلوه قوي الجو ده. اجيب لكم بقى تنفع فخينا مشبرين ولا نلخص ونجيب من الاخر ونفرش مرتبه؟ انا عايزه افهم انت تعملي كده ليه؟ وبعدين احنا عمالين نشتغل تعملي ده كله ولا استنكم وتعملوا؟ صدقي بقى لولا انك بنت كنت ضربتك بالجزمه. بالجزمه وبالشبشب كمان. وبالشبشب كمان وزنوبه. أم وردة دي. أم وردة؟ آه. ده لوحدك؟ آه لوحدي. طب يلا. يلا يلا. يلا أبو وردة. حمرت أبرها بإيديها. امسكي. أنا هربيكي. دي عايزة تربية. اسكت اسكت. دي أنت عارفاني أنا مدرس بتاع تربية. وأنا هربيها. أنا هربيكي. أوعي امسكي. أوعي تحشيني. بصي لما تشوفيني ماسكة كده وبرزع بفضل أوعي تمسكيني. سيبيني أوعي بس. أوعي امسكي. لما تلاقيني ماسكة كده وبرفض وأعمل كده أوعي تمسكيني. هو في ايه؟ حظه بيضرب عفة يا راجل. هو في ايه؟ حظه بيضرب عفة يا راجل. اجمد يا حظه كمل عليها حظه. لا 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 هو في ايه؟ تقريبا حد الشقلط. ايه الدوشه دي؟ هو في ايه؟ حظه بيضرب عفة يا راجل. نزلوني يا حبيبي. يا حظه عندك بلح؟ بلح يا طفل الكلب بلح. نزلوني 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 يما. بيديله بنس عشان يلم القصه. يا مفترية عليكي ربنا. نعم ربنا ياخدك عشان ارتاح منك. اه وانا مال انا؟ نعم كلاب. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ هي النخله دي طرحه ايه؟ بلح. بلح يعني النخله ركزت في بلحه واحده؟ ما شاء الله. نزلوني نزلوني. طب استنى شويه لما تستوي هننزلك. اول ما ترطب هننزلك. انا لو نزلت بس امسك كده اطلعك فيك اطلعك حفرمك فرم. يا راجل دي خليتك عجوه. انت عملت فيه كده ليه؟ انا اقول لك. انا قفشت الواد ده. استفرد بالبنت دي هنا في الجنينه. الجنينه بتاعتي؟ اه وبيقول لها هاتي بوسه مشبك. في الجنينه بتاعتي؟ ايوه. بوسه مشبك؟ ايوه. بوسه مشبك يعني ايه؟ اطلع وانا اوريك. اطلع يعني يبوسها بقه مقفول ولا هيبوسها على حبل غسيل؟ وهي بتبقى كده وانا شعرفنا كده. انت طيب طيب ما تسالوا. طيب بوسه مشبك يعني ايه يا كابتن؟